الراشد الزرمي. هادي الاثيوبي بابا لاكسيما امامنا هنا، والعوده والعوده للفار، وانتظار الكره وانتظار القرار امامنا، ويبدو حكم اللقاء امامنا هو استئناف اللعب بعد ما سجل الزمالك عن طريق محمود علاء. توقيت مهم قوي الهدف، محمد ابراهيم فاول للزمالك، فاول للزمالك. الزمالك بالعشق والحب وتعب الاعصاب ووجع القلوب، لكن الزمالك عودنا على كده. الزمالك وجمهوره سنده الوحيد، الجمهور اللي عايز يطلع. هو مش عارف اوكي مين تاني. لا جالكش مزارع، جالكش مو واحد. السنغالي ومعاه وليد احمد علي السوداني بقى المساعدين مع حكم الفار.